الزميل محمد بن علي الاسواق. شكرا ابو بريك. مشاهدينا الكرام، متابعينا الافاضل، اسعد الله مساكم بكل خير وبركه. نرحب بكم في هذه الامسيه التراثيه وهذه الشعارات المنطلقه على ارضيه ميدان الشحانيه. مشاهدينا الكرام، هذه الاشواط الخاصه بشعارات اصحاب السمو الشيوخ والسعاده من تتواجد في هذه الانطلاقات المسائيه هنا على ارضيه ميدان الشحانيه. مشاهدينا الكرام، قبل لحظات اعلنت انطلاقه الشوط الاول الرئيسي، الشوط الرئيسي الخاص بالقعدان الحقائق، والمسافه هي 3 كيلومترات. اسير الى البدايه وتابع بريمستون مع مراكز بن حسن الثاني. هنا من ينطلق على اول المراكز بمتابعه صالح بن سالم بن مبارك النابت المري وثاني المراكز. هنا القادم مبعد مع ثاني المراكز لهجن الشحانية بمتابعة شبل جابر بن سالم بن فاران ثالث المراكز. مشاهدين الكرام، وصل سهم لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد الثاني محمد بن برقان بن مقارح. هنا القادم مع ثالث المراكز رابع الأسماء، وصل لطيف لسعادة الشيخ فهد بن فيصل بن فهد بن جاسم الثاني، أحمد بن محمود بن مرشود من يتابع في عملية التضمير. خامس المراكز مشاهدين الكرام، وصل ثمين لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود هادي بن سالم بن قطامي المري من يقوم بعملية تضميره ويتابع في هذا الشوط. مشاهدين الكرام، خمسة أسماء نداؤنا الأول لأول الأشواط الخاصة بفئة القعدان. أعود إلى البداية، هناك مجريات الصدارة، انطلاقات البداية هناك مع أول المراكز. مبعد يغير ويبعد أيضا وينطلق مع أول المراكز لهجن الشحانية هنا مع البداية والصدارة بمتابعة الشبل جابر بن سالم بن فاران بريمستون. هنا القادم والمنطلق احد الاسماء ايضا المتواجده واللامعه في هذا الشوط. هنا القادم بشعار سعاده الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني صالح بن سالم بن مبارك النابت من يتابع في عمليه التضمير. هنا ثنائيه على الصداره مبعد وبريمستون. هنا تنطلق ايضا هذه الاسماء تندفع في الصداره. ثالث المراكز وصل مشاهدينا الكرام، فاتن قادم بشعار هجن الشحانية بمتابعة سلطان بن محمد بن سالم الوهيبي القادم والمنطلق مع ثالث المراكز. ثمين من الجانب الآخر، هناك قادم في هذه اللحظات صاحبي أيضا العايدة ملكيته لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود هادي بن سالم بن قطامي من يتابع في عملية التضمير. وهناك مقدام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد آل ثاني محسن بن علي بن مبارك الفراج ايضا من يتابع هنا مع خامس المراكز. مشاهدينا الكرام، اعود الى البدايه هناك مع الصداره مبعد 500 متر اخيره ما تصل عن النهايه، مبعد على الصداره. مشاهدينا الكرام، نتابع هذا الاداء وهذا الانطلاق. الله يا مبعد، ابعد انطلق مبعد هنا بشعار هجن الشحانيه ليؤكد هذا الانتصار، ليؤكد هذا الانطلاق هنا مع هذه اللحظات مع هذا الاداء الممتاز. الله يا الشبل جابر بن سالم بن فاران هنا من يتابع قدم ولا ويقدم مبعد ايضا في الاشواط الرئيسيه تسجل بشعار هجن الشحانيه هنا بهذا المساء بهذا الانطلاق الاول. تهانينا والناموس من هذه اللحظات نزفها لهجن الشحانيه وايضا للشبل جابر بن سالم بن فاران على هذا الاداء والانطلاق مبعد ولحظه وصوله الى خط النهايه. مشاهدينا الكرام، ثاني المراكز وصل بريمستون لسعاده الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني، ثالثا ثمين لصاحب السمو الامير سلطان بن سعود بن عبد العزيز ال سعود، ورابع المراكز كان التواجد مشاهدينا الكرام من شاطر لهجن مسيكه، وخامسا
كان مقدام لسعادة الشيخ عبد العزيز بن حمد بن خالد بن أحمد الثاني. هكذا كانت النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام متابعي قناة الريان. نعود بالتوقيت الزمني ولحظة وصول مبعد إلى خط النهاية. هنا الإعادة كما تشاهدون متابعينا الكرام، مبعد وأيضا انفراد على الصدارة هنا مع أيضا اللحظات الأخيرة ولحظة وصول إلى خط النهاية مشاهدينا الكرام. توقيت أيضا يسجل مع مبعد، نتابع التوقيت ولحظات الوصول 4:25 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لهجن الشحانية والثانية للشبل جابر بن سالم بن فاران. ثانيا وصل بريمستون وتوقيته الزمني 4:28 تسع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لسعادة الشيخ علي بن عبد الرحمن بن حسن الثاني والثاني لصالح بن سالم بن مبارك النابت. ثالث مراكز وصل ثمين ب4:32 سبع أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس لصاحب السمو الأمير سلطان بن سعود بن محمد بن عبد العزيز آل سعود والثاني أيضا لمتابعة هادي بن سالم بن محمد بن قطامي.